الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد عليه الصلاة والسلام، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. عباد الله، روى الترمذي في جامعه من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال في قوله تعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، قال: كان الرجل يطلق امرأته ويرجعها متى شاء، يعني ولو أكثر من ثلاث مرات. فأنزل الله أو فنسخها الله بقوله تعالى: الطلاق مرتان، أو كما ورد في الأثر الصحيح. هذا الحديث أو هذا الأثر يدل على أن الجاهليين كانوا يعرفون الطلاق، إلا أنهم كانوا يطلقون طلاقا غير عادل وطلاق ظلم، فكانوا يطلقون ويرجعون المرأة متى شاءوا بلا حد ولا كيف ولا ضوابط. فجاء الإسلام ووضع لهذا العمل أحكاما، مما جعله أمرا شرعيا. فالطلاق يا إخوتي في الله ويا أخواتي في الله حكم شرعي، لا يجوز للإنسان أن يتلاعب به أو أن يفعله بدون أن يعرف أحكامه، مثله كمثل سائر أو مثله مثل سائر الأحكام الأخرى. والطلاق جعله الله حلا للحياة الزوجية التي لا يمكن أن تستمر. فالله سبحانه وتعالى خلق الناس، فتجد بعض الزوجين اللذين يتزوجان قد اتفقا جبلة، تجد في أخلاقه وأخلاقها وطبائعه وطبائعها ما يتفقان جبلة، فيسهل عليهما التعايش وتستمر حياتهما بدون تكلف. وهناك من يحتاج إلى التكلف الاصطناعي أو المعاشرة الاصطناعية أو المعاشرة الاصطحابية، وهي التي تحصل بعد المعاشرة الطويلة والتكلف والتصنع والاصطحاب حتى يحصل الوئام ويحصل العشرة التي يستدام بها النكاح. ومن الناس من لا يحصل له هذا ولا ذاك، فتجد شخصين قد تزوجا طرفين نقيض لا يمكن أن يجتمعا. جعل الله لهما هذا المخرج، وجعل الطلاق جعل الله الطلاق مخرجا لهما. لكن ليس كما يظن كثير من الناس أن الطلاق بيد الرجل، فيزعم بعض الناس أن الإسلام ظلم المرأة وأن المرأة لا يد لها في الطلاق، بل الرجل يطلق كما شاء، وكأننا لازلنا في عهد الجاهلية التي كان يتحكم بها الرجل في المرأة. بل جاء الإسلام بدين العدل الذي يعدل فيه بين البشر رجالا ونساء. نعم، جعل للرجال درجة على النساء، وهذا بنص القرآن الكريم، لكن لم يجعل للرجال سبيلا على ظلم النساء. فعندما تنظر في الطلاق تجد أن الله ربطه سبحانه وتعالى بأسبابه. فإذا كان الطلاق أو سبب الطلاق الشخصين يعني الزوج والزوجة، كانت المشكلة منهما وليست من أحد الطرفين، فحينئذ لا يملك الرجل الطلاق ولا تملك المرأة الطلاق. بل قال الله سبحانه وتعالى: وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما. وأجمع العلماء أو جماهيرهم
على أن للحكمين أن يطلقا لزاما على الرجل، بمعنى أن المشكلة إذا كانت نابعة من الطرفين من الزوجين فإن الطلاق بيد الحكمين، وهذه الصورة الأولى. أما الصورة الثانية وهي أن تكون المشكلة من طرف الزوج، إما لخلقه السيء أو لديانته السيئة أو حتى لذمامته وشكله السيء، أو أنها تخاف ألا تقيم حدود الله مع معاشرته، في هذه الحالة جعل الله الطلاق بيد المرأة، إلا أنه يسمى خلعاً، يسمى خلعاً. والخلع يا عباد الله من كبائر الذنوب إلا إذا كان له سبب شرعي، الخلع من كبائر الذنوب إلا إذا كان له سبب شرعي. فإذا كان سبب الخلع شرعياً فإن للمرأة أن تختلع وتتفق مع الزوج على أن ترد المهر أو بعضه أو نحو ذلك وتختلع منه، بل يلزم الرجل حينئذ بالطلاق، لأن الطلاق صار إليها وصار لها أن تفسخ هذا النكاح الذي لا تستطيع أن تتعايش معه. لكن وأنبه وأعيد أننا لم نجد في عهد النبوة حالات للخلع إلا حالتين اثنتين، لم يقع في عهد النبوة خلع إلا حالتان اثنتان فيما نقل إلينا، فيما نقل إلينا، مما يدل على أن الأصل هو عدم الخلع. أما ما نراه اليوم من التساهل والخلع من جهة النساء فهذا كثير منه ليس من الإسلام في شيء. أما الحالة الثالثة وهي إذا كانت المشكلة من طرف الزوجة فإن الشرع أرشد إلى التعامل مع الزوجة الناجز، هذا أول أمر. فإن لم يستطع أن يغير فحينئذ ذلك الزوج الذي دفع المهر وسيحل المهر كامل بالطلاق، والذي له القوامة وله النفقة جعل له الإسلام الطلاق في يده أن يطلق حينئذ، ولم يجعله حرا طليقا في ذلك الطلاق، بل قيده بقيود كثيرة تدل على أن الله لا يرغب في الطلاق. القيد الأول جعل الطلاق رجعيا، فلا يجوز للرجل أن يطلق ثلاثا في مجلس واحد، وهذا حرام محرم لا يجوز للإنسان، طلقة واحدة وحسب إلى أن تنتهي العدة، فإما أن يرجعها قبل انتهائها أو أن يرجعها بعدها بعقد جديد أو يتفارق على طلقة واحدة. أما التبجح والرجولية بثلاث طلقات في جلسة هذا مخالف لشرع الله وليس من الرجولة في شيء. كذلك جعل الطلاق في وقت معين وهو في طهر لم يجامعها فيه، أما في الحيض أو في طهر جامعها فيه فهذا لا يجوز. كذلك يجوز أن يطلق في حال الحمل إذا كانت المرأة حاملا، ولو تأمل الإنسان في أسباب هذه التقييدات وجد على سبيل المثال أن الرجل لا يمكن أن يطلق امرأته الحامل إلا لسبب حقيقي ومشكلة حقيقية ليست مؤقتة، لأن في وقتها ابنه الذي ينتظره أو بنته التي ينتظرها، فهو من أقرب الناس أو في تلك الحالة من أقرب الحالات إلى زوجته، فلا يرغب في الطلاق إلا والسبب حقيقي ليس مؤقتا. ثم من أهم القيود التي وردت في الطلاق ألا تخرج من البيت، قال الله لا تخرجوهن من بيوتهن ولو كان البيت بيت الرجل، فإن الله سماه بيتها لأنها لا تزال زوجة، فهي لا تزال زوجة. والعجيب أنه يجوز لها أن تتطيب وأن تتزين وأن تطبخ له وتغسل له وتفعل ما تفعله المرأة مع زوجها، لماذا؟ لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. كل هذه الأمور نفر عنها الناس وتركوها، ولهذا يندمون غاية الندم بعد الطلاق. لا تخرج إلا إن أتت بفاحشة مبينة من فحش ظاهر أو سوء خلق لا يمكن أن يستدام معها ولو شيء من الوقت، وإلا فالأصل أن تبقى في بيتها لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. ثم إن عزم على الفرقة فليكن رجلا حقيقيا، أن يكون شهما لا يلجئها إلى المحاكم ولا يأكل من رزق مالها شيء، وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا، لا يجوز أن يأخذ درهما واحدا من مهرها، بل يعطيها حقها كاملا ولا يفشي سرها. قال عليه الصلاة والسلام إن من أشر الناس عند الله يوم القيامة الرجل يفضي إلى المرأة والمرأة تفضي إليه ثم يفشي سرها، وهذا يحصل كثيرا من الرجال والنساء
بعد الصلاة طلاق يفضح أحدهما الآخر بما فيه من العيوب، وليس هذا في الشرع من شيء. سئل أحد السلف عن سبب طلاق زوجته، قال: ما كنت أستبيح أن أتكلم فيها وهي زوجتي، أتكلم فيها الآن وهي أجنبية عني؟ هذا هو الإنسان الذي يعرف شرع الله تبارك وتعالى. ثم الله في الأولاد، لا يجوز للمرأة أن تمنع زوجها من أولاده، ولا يجوز للرجل أن يقصر في نفقة أولاده. قال عليه الصلاة والسلام: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت، أو في رواية مسلم أن يمنع عمن يقوت عمن يعول قوته أو نحوه، كما قال عليه الصلاة والسلام. كل هذه الأحكام الشرعية تكاد تراها منعدمة في الطلاقات التي نراها في هذه الأزمنة، ولهذا يندم كثير من الناس بعد أن يطلق. أسأل الله بمنه وكرمه أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. Dear brothers and sisters, before I start, some brothers are just talking here and there. It's in Arabic, it's in khutbah in Arabic, and he doesn't understand Arabic, he'll speak in English. And the other way around as well. If he speaks Arabic and speak English, he might talk during the khutbah. This is not Allah. When the Imam is delivering the khutbah, you must listen to him. Otherwise, you might lose the reward of the Jum'ah. So the khutbah today is about the talaq, about divorce. The Prophet Ibn Abbas radiyallahu anhuma, in this narration is reported by Tirmidhi, he was describing the talaq at the time of Jahiliyyah. He said, when he was talking about قوله, the verse of Allah subhanahu wa ta'ala, it says of Allah subhanahu wa ta'ala, وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ. The divorced women should wait concerning themselves three menstruating periods. He said at the time of Jahiliyyah, the man used to give talaq, used to give divorce, and he can take back his wife anytime he wishes. And there were no limits. He can give it 3, 4, 5, 6 times, and he can take her back anytime. So Allah subhanahu wa ta'ala revealed after that, at-talaqu marratan, divorce is twice, the permissible divorce is twice. So Allah subhanahu wa ta'ala, as if Allah subhanahu wa ta'ala is telling us, divorce is not a habit, it's not a revenge, it is a religious rule, it's a hukum from Allah subhanahu wa ta'ala. It is something Islamic, you have to follow the Quran and the Sunnah when you want to do it. So don't do talaq because you are upset, no, do it when you think it is correct. There are correct talaqs, divorce, and there are wrong divorces. Now, what we need to point out, because the time is not enough, we need just to pick up a few things that we think they are very important for many of us. First of all, many people think that the talaq in Islam is in the hand of the husband, and he can divorce any time, and he is not accountable for anything he does, and the woman like a slave, she cannot do anything. This is completely wrong. Either this could be said by some ignorant people or by some people who want to criticize Islam. Otherwise, if you look at the Islam, if you look at the Quran and the Sunnah, and you follow how Allah subhanahu wa ta'ala allowed us to do the talaq, you will find out that the talaq is based on its reason. What do I mean by this? I mean, when the reason of the talaq, the problem is from both sides, from the husband and wife, Allah neither gave the right to talaq to the husband nor to the woman. Allah gave it to the arbitrators. وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا. Allah subhanahu wa ta'ala commanded us, when we are scared that they might separate, they might divorce, we have to appoint one arbitrator from his side and the other one from hers. And those arbitrators are supposed to be trustworthy, knowledgeable, good people who can lead and solve this problem according to the Quran and the Sunnah. They have to sit together and look at the problem, and then they will decide whether this marriage should carry on or should be terminated. And if they decide to terminate this marriage, the husband cannot say no. He has to terminate it, which means it's not in his hand in this situation. And in the second situation, when the problem from his side, if he's a troublemaker, if he's a fasiq, bad person,
If he, for example, she cannot stay with him, she doesn't love him, she cannot carry on for him with a valid reason. I'm talking about valid reason. It's not temporary emotional reason. She was upset because he didn't bring death for her, or she was upset because he didn't take her to that place. I'm not talking about this. There is something continuously with him and her in that house. So in this situation, Allah gave the talaq to the wife. She can ask for khul. It is permissible to ask for khul as long as there is valid reason. If there is no valid reason, khul is a major sin. It's kabira from the kaba'ir. We are not playing here. If the wife asks for khul with no valid reason, she is committing a major sin. But if there is valid reason, she cannot stay with him, she cannot fulfill the requirements, the commands of Allah during staying with him, then she can ask for khul' and she can give him back his dowry or part of it, it depends on the agreement, and then he must divorce her, which means she got the right to leave the house. So who has the right now? This is the wife. In the third situation, when the problem from her side, this is the case where the husband has the full right to divorce. And he can divorce her after trying his best to keep the house united. Because if you look at the Quran and the Sunnah, you will find that Allah subhanahu wa ta'ala in the Quran and the Prophet in the Sunnah always encourage us to keep the house, Muslim house, united. Always try to be patient. Always try to help. Always try to carry out. Always try to compromise. No, never go for talaq unless if it's very important. And in that situation, if the husband wants to give talaq, there are restrictions, there are rules to be followed. It's not like this, wake up in the morning, say, she is divorced. No. First of all, talaq is only once. You can't do three times in one time. It's prohibited to do it three times in one time. You have to say talaq once, and that's it. Then wait for the iddah to finish. And the time of the talaq is restricted as well. You can't give talaq while she's in her menstruating period. It's haram. You cannot give talaq if you had already have sexual intercourse with your wife. You have to wait until she finishes her period and she's clean, then you can give talaq. You can give talaq while she is pregnant. It's permissible. But if you look at these restrictions, you will see wisdom behind them. Now, who can give talaq to his pregnant wife? It's only the one that who cannot carry on. But if the reason is not a real reason, he will ignore it. He's waiting for a baby, he will not sacrifice with this baby. But if he still insisted to do the talaq, that means the reason is valid. And that then the life should be ended. Or this house should be, this marriage contract should be terminated. And one of the most important restrictions or rule we have to follow, the wife shouldn't leave the house. لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بِيُوتِهِنَّ. Do not turn them out from their houses, from her house. Why it's her, why Allah subhanahu wa ta'ala say, بيوتهنّ, her house or their houses, i.e. the wife is, because she is still wife. When you give one or two talaq, she is still your wife. She has to stay with you three menstruating periods. And she can clean herself, she can have a shower, she can apply perfume, she can deal with you as a wife. The only thing you cannot do, you cannot sleep with her. Unless if you decide to take her back. Why Allah subhanahu wa ta'ala commanded us to do so? لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا. You don't know. Something could happen. Allah can change the hearts, can change the mind, can make it easy for them to come back again and keep this house when we follow the commands of Allah. But we are usually disappointed, we are usually let down because we don't follow the commands of Allah, so we don't receive the help from Allah subhanahu wa ta'ala. And if you decide to finish, be man, don't be child. Don't force her to go to the court. Give her her mahar. Just deal with her Islamically. Try to hide all the mistakes, all the problems. Don't expose them like many people do so. When they divorce, they start exposing everything happened between them as a scandal, just to try to make the right to publicize it as much as they can. And this is not permissible. Actually, this is a major sin. One of the Salaf al-Salih pious predecessors were asked about the reason of the talaq, why he divorced his wife. He said, Subhanallah, I didn't feel it's allowed to talk about her when she was my wife. Do you want me to talk about her now when she's a foreigner? She's not, and there's no relation between me and her? So these are rules, must be followed. And when we follow this, that even the talaq will be successful talaq.
because the talaq is a religious rule, حكم شرعي, and we do it according to the Quran and Sunnah, the end, the consequences will be good. The children will be, they will have a father and mother. Not like the situation nowadays, when the problem of talaq starts, the children will not know who is the father, because he cannot see them. Or where is the mother, because she left them, etc. Many, wallahi, shameful problems. We cannot mention them now. All this because the beginning of the talaq was wrong. And I feel sorry when I talk about these issues. We hope no one divorces, but this is the life. We cannot keep it like this. Sometimes you have to go for this, because this is the only solution. Do it Islamically then. Do it in Islamic way, and the consequences will be good, bi-idhnillah. وفي الختام قبل أن أنسى هناك ثلاث إعلانات. الإعلان الأول في دورة غدا إن شاء الله بعد صلاة الظهر هي تتعلق بإنقاذ يعني أرواح الناس ودورة جيدة وفيها معها شهادة تستغرق ما ذي ساعة أو ساعتين بعد صلاة الظهر في المسجد هنا ونشجع الجميع الحضور رجالا ونساء يعني يعلمون كيف تنقذ الإنسان الذي اختنق ونحو من ذلك وأنا قد أخذتها شخصيا من قبل ورأيتها مفيدة والإعلان موجود في الشاشة في الخلف. First of all, there will be, inshallah, a small session tomorrow after Salat of Dhuhr. They will teach you how to save lives. It's very important and very good course. It's only 1 hour, 2 hours, and the certificate will be given to you. More information, you see, I find it, inshallah, on the screen, the advertisement is there. الأمر الثاني يا أخوان, الباب المسجد يحتاج إلى تغيير. وهذا بطلب من الهيلث اند سيفتي والسكيورتي والامور هذه يتطلب تغيير الباب. الباب لابد يكون بمواصفات معينه الذي استطعنا ان نجده الان بالسعر تقريبا 4000 باوند. هذا الباب مسجدكم بمعنى الامن والهيلث والسيفتي كله يتعلق بنا وبكم باولادنا واولادكم. من عنده قدره يتبرع فليتبرع، من عنده قدره ان يستلم الموضوع حياه الله، نعطيه المتطلبات وياتي لنا بالباب حياه الله لان الموضوع يتعلق بباب المسجد وهذه بيوت الله من يعمرها يعمر الله سبحانه وتعالى قلبه وبيته. And second thing, the door of the masjid should be changed. According to the health and safety and security, we are obliged to change the door of the masjid. We have to change it. There are specific requirements. The cheapest we found about 4,000 pounds. If you can help, alhamdulillah, you are welcome to give, donate. If you can't, you can come and negotiate with us how to sort it out. If you know any people who can do this for the sake of Allah, we give you the requirements and inshallah, you do it for the sake of Allah. This is the door of a house of Allah. It's not my house nor your house. And this is the place for you and your children, which means that you are benefiting yourself before anybody else. الأمر الثالث أن اليوم إن شاء الله الساعة 7 في يوث كلب فالإخوة مدعوون الذين اعتادوا على الحضور أن يأتوا. Tonight إن شاء الله 7 o'clock there will be youth club as well. أسأل الله بمنه وكرمه أن يوفقنا لما يحب ويرضى. اللهم انصر الإسلام والمسلمين وعز الإسلام والمسلمين. اللهم وفقنا لما تحب وترضى وخذ بنواصينا إلى البر والتقوى. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم استرنا في الدنيا والآخرة وخذ بنواصينا إلى البر والتقوى وأصلحنا وأصلح زوجاتنا وذرياتنا وأبنائنا وجميع المسلمين يا رب العالمين. وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.